فقي ذا فقي الله يرفع الضغط. لا ترمي معك المكنسة كأنه سلحف بنت ابن الحلال. طيب بابا كيف؟ ماما كيف؟ انت كيف؟ اوف 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 وش ذا الحوسة؟ جايهم ذولا؟ صديق ما في خير، جينا والمكان حوسة، شكله ما نظف عقبنا أمس. من يوم ما طلبنا نزيد راتبه، رفضنا، بطل يهتم ولا ينظف. والله حرام نعطي له راتب واحنا نشتغل. صديق! صديق! إيه هرتوا عليه أعطوه عينه حمراء، تراكم مدلعينه. يا صديق! يا صديق! يا صديق! يا صديق! وش جاي ذا؟ مشينا يا عم. هذا مشكلة. قري 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 كثير. كلام كثير، هذا أكل نوم تلفزيون، أكل نوم تلفزيون بس، وراتب ما في قليل، شوية فلوس، أنا كلام في زيادة ما في، كله كسم كسم كسم. أيوة من أصفي أدخل أصفي. سلامات، سامعنا مطنش أنت ورا ما جيت. بابا إيش في مشكلة؟ أنا في كلام بابا ماما أخو مالانا صغير هم هم لقمة أكل، إيش في مشكلة أنت؟ قايل لك يا عامر إنه متغير، بلاكم معطينا وجه فوق اللزوم، ما خرب العمان إلا أنتم. أسمع يا صديق، عليك خصم 200 ريال، بعد ما نرجع ألقى الاستراحة نظيفة، تفهم ولا ما تفهم؟ بابا كله كسم كسم كسم، منزير راتب مال أنت بابا. عاد هذا اللي عندي، وإذا تكلمت مرة ثانية أبخصم عليك زيادة، تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم. أشوى، يلا مشينا عيال. نزل الجوال. ان شاء الله على كتمي. يا عيال ايش رايكم نسفر صديق ونفتك منه؟ اي والله يستاهل خروج نهائي بلا عوده. مهبول انتم وياه، ومن اللي يشتغل عندنا بالاستراحه؟ ها تبون نبلش؟ وايش رايكم نستقدم واحد احسن منه؟ يجيكم واحد جديد وتبحلون به، يا بيلكم سنه تعلمونه، ومن يقرب عليكم ومن يخرب عليكم، الا خلكم على عاملكم بس. وش ورتسوا عليه ادبوه؟ وهو صادق ولد عمي ان ادبه. خل الفخذ حقي ذا خل كله عيال. الحين وش تبي بذي قطعة غيارة غالي؟ خذ لك يابانية أرخص وتصبر لك لسنين. أناك ما جربتها، تغير رأيك. ها وما له نجربه. يلا ايش الجو البيض هذا؟ حط شي خلي تنكس. يلا ولد ولد ولد. اها اها اها. ها صالح ما قلت لي كيف الموتر معك؟ والله ماشي ما جاز ما مثل الياباني. عل عل عليه بس. هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه، هو هذا اللي ورا ما تطب بحجري. ها هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه. ها الرجال صدمته، الرجال وين رايح؟ وقف 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 الرجال. صاحي انت وراك تسلم وتنحاش. انا عارف ليش انحاش، ابي يوهقني وكنت انا اللي اسوق. لحنا لا تصيح تحسب رخامه مثلك. ارفع لومك، هذا ولد عمي. ايه عامر ولد عمك اخطف حقي. يا ابن الحلال ما اخطف حقك، هذا قضاء وقدر. يا عيال تتوقع صار في شيء؟ صدمه قوة، اكيد الراجل تكسر ويمكن انه مات، وفي النهايه انا اللي ببلعها. لا حول ولا قوه الا بالله، خويك هالحقنا بيربكنا.
والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ريتني ما اعطيتك السياره يا شيخ. ورع انت وياه. خلاص يا اخي هدوا. خلاص خلاص، هنا حفرنا هنا دفنا، قفلوا الموضوع يا عيال. افضل شيء كل واحد يروح بيته. يلا يلا قدامي، يلا همش. اصفي ورع بزر، اصفي انقلع انقلع انقلع، سو ساهي يلا. ما هو سوي ساهي وجع هالطمارة ذي، ما تستحي عليك وعلى وضعك. انا اللي ما يستحي، مين يصدم نفر وينهاص، انا ولا انت؟ وش تقصد؟ تقصد انا صدمه قوة، اكيد الراجل تفزع ويمكن النهمات وفي النهاية انا اللي ببلعها. استانس ولا قوة الا بالله، خويك هلحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ريتني ما اعطيتك السيارة. اثريك تسجل لنا يا نذل، هذا اللي ما حسبنا حسابه، خاين ولازم يعاقب. زف وجهك، انقلع انقلع عن وجهي. عامر انا الجوال اللي معك امسح اللي بوه وفارمته. اللي بوه وفرمته. انا في ثلاثة نفر، واحد اثنين ثلاثة، كله في ثلاثة نسخة مع ثلاثة نفر. طلع مرتب اموره هذا الفقي، لازم يتأدب. يعني يبغى يضرب، اقول كل تبن والفقة. انت يبغى يسوي اثنين زريمة، يضرب ويصدم. هذا في صدم، في ممكن كم سأسرع، ممكن كم سين صنع صدن، وفي موني يعني في فلوس. معلوم ولا ما في معلوم يا صديقي ابن الحلال؟ انت وش فيك علينا؟ وش تبي بالضبط انت الحين؟ كلاس يا طويل انت. لا تصيح، فك وزب جوال ثلاثة كاميرا، وانا بعدين في فكر ايش اسوي. انا في استراحة مال صغن، هذا في جوال ثلاثة كاميرا، في صور شباب، هذا طباخ، هذا كناس، هذا عامر حق مصاوير ودي يجيب تارو، هذا سواق مال انا، هذا يزهق انا. قول له شباب مع السلامة. مع السلامة. قول صوت مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سلام ورحمة الله وبركاته. ليه ما في انت السلام كويس صديقنا؟ ايه كأنك ستمون علينا، لا يكون بس بترسل مقطعنا لأخوياك. ايوه انا في يرسل، اس في مشكلة في سي عندك سي يا بزر يا ورع؟ لا لا ما في مشكلة، بس ان شاء الله بتحذف المقطع. حذفه الحين، انا زيان ابي اكل. خابر لك بوفية البطلة. اقول اسكت يا بزر، الفقة انا يبي مطعم فايف ستار. لا يا شيخ ما بقى اللهي. كله نفرات برج. يلا هيهم. هذا المطعم وجبناك له، واي شيء تطلبه بنسوي لك اياه، بس وش تبي مننا يا صديق؟ ايش كلام انت يا صديق؟ شيخ صديق، ما في كلام ما صديق، كلام صيخ. تخسى ما يخسى الا قسمك انت وودرك. خلاص يا عامر روقنا، تكفى. خلاص يا صديق، انت الشيخ، انت شيخنا كلنا. يخسى ويعقب في كلام ثاني. انا يبغى زياده راتب 3000. هذا اللي ناقص يا عيال، قوم بلغ على انفسنا، ترى مسخ هذا. انت لو يبلغ عني كلكم ان شاء الله كلابوس. انا اقول يا عيال ننفذ طلباته ونفكنا من وجع الدماغ هذا. صحيح صحيح. صوف انت وهو هذا قوتي، انت ترمبة ترمبة معلوم. انتم في طلب بسيط صغير. اوه هذا اللي ما يعطى وجه. اوه هذا اللي ما يعطى وجه، اقول لك ابي ارس
ابي ولد يصيل اسم مال انا. من زين اسمك ولا من زين خشك؟ لا من زين خصك كنت وزهك وذبحك وصنبك اللي تقول اريل. ايه اقول اخلص علينا وش تبي؟ فلوس ما في مال مهر ارس ما في وسقه ما في ذهب ما في تقطوا انتم كراتين قواطي ترمبات تقطوا واعرس ابي اعرس راها. يا ليل من وين نجيب لك عروسه انت وجهك بعد؟ لا لا ما في مشكله. اما انا كومار استهيت استهيت على وجهي في 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 بنت انا يا رساليه ان شاء الله بس انتم دبروا انفسكم شوف الموضوع ان شاء الله جود فيري نايس. آئیے آئیے خوش آمدید. شکریہ شکریہ شکریہ. عاد وراكم لبسينها ناموسية علشان البعوض ما يقرصها. ما في مشكلة اكسف اكسف. ما شاء الله ما شاء الله وش ذا الزين. شكرية. واي وش ذا الزين انا ما عرس. ما شاء الله الظاهر اعطيتكم وجه. اقول بدر اسى اكل اكل نفرات يلا ورع. ابشر ابشر يلا يلا يا عيال مشينا. يلا هيهم يلا هيهم. تفضلوا حياكم الله على واجبكم. يلا هيهم تفضلوا على واجبكم. يلا هيهم. وزد انت وهو ما تستهون. لا يا شيخ كنك فليتها. اقول واسكت لا اسمع صوتك. المفروض زايب للرزازيل مفته. ابشر الحين اجيب لك مفطر. انقلع بس لا تطق. سلمت وياه. سام ابشر يلا شكرا. يلا يلا هيهم. يا هلا يا هلا يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. عندكم مفطح؟ عندنا مفطح. كم؟ عندنا نوعين. الصغير ب 1300 والكبير ب 1700. الاجل عطنا الصغير. لا 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 عطنا الكبير. الكبير ايش فيك انت بيفصل علي ذاك؟ كبير؟ اي نزل كبير. الو نزل عندك واحد مفطح كبير الان. لو سمحت نص دجاجه مندي وكثل لي الزبيب.
انت وياه؟ مضيعين شبوجي؟ لو سمحت. نعم. قد انصدمت؟ ايه. متى؟ قبل اسبوع. تتذكر اللي صدمك؟ ايه. زوجتي لما طلبت مني الطلاق. وين؟ مو قصده صدمة عاطفية، صدمة موتة. ايه، أنا كل أسبوع أنصدم مرتين ثلاث، لكن ربي يستر عليه. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أجل أنت اللي صدمناك قبل أسبوع. ايه، أنا الوحيد اللي في الرياض ينصدم ولا يجيني شيء. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أجل أبشر بالمفطح تستاهله. مفطح؟ مفطح وشو؟ هذا المفطح هدية لأن صدمناك قبل يا عم. بيض الله وجهكم، أجل خلوني أروح أقرب السيارة، وأنت مع دبي دجاج. طيب لو سمحت الحساب. كم الحساب؟ 1700. أبشر القطة عيال. حرام عليك يا عم، ما شفت السيارة قدامك؟ يلا تعال خلنا نوديك المستشفى بسرعة بسرعة. ما يحتاج ما يحتاج، قول ما شاء الله ما شاء الله. لا يا عم لازم لازم اوديك، اطمن عليك. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. حياك حياك. الحمد لله ان الله سلمك، بس لازم نطمن عليك ونسوي اشياء. اوه ابو محمد، لا 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 ده مش محتاج اشياء ولا اي حاجه خالص، ده بس استريح شويه وخذوا فيديو وانتم ماشيين. السلام عليكم. اجل انا استاذنكم، ما تشوف شر يا عم. المهم يا عم، عامل الاستراحه عندنا وناشب ولا يبي يطلع. ترى حد سربنا ولعب حسبتنا. والله يا هو فاقع قلبي بعد. أجل يقول لكم يبي مفطح ها؟ حياكم الله على واجبكم. حياكم الله على واجبكم. آجوا آجوا آجوا. أقلطوا. أجل تبون مفطح ها؟ أركب بديتي. عنا شباب البوم. ياه شباب البوم يا. يا شباب شوفوا الحين الحين يبي يصن بوكس يطلق عليه ويقتله. يا بي اسكت خلينا نتابع الفيلم. مو عرفك يا كفته ما تعرف حركات تركي، يذاكر الفيلم في البيت ويجي يسمعه عندنا. يا شباب ايش فيكم؟ قسما بالله اني شايف الفيلم مره واحده بس وانا فين النوم. هذا وانت بك نوم وش عاد لكم صحصح؟ اصلا معاهم مسدسات يعني اكيد بيطلقوا على بعض. اوه قفطك كفته والكفاتي. يا جماعه انا رجل سينمائي سينمائي افهم يا درجة وياه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جيل فيفا 20 والله انك ذيبان. اخيرا نزل في السوق وجبت لكم. يعني في طحن وتكسير روس. انا اول من يلعب. اقول لك سري لك اول من واحد يلعب. انا اقول لك العب انا وياسر والفايز يبارك. هاي هاي يا عيال شيكم يا عيال، ترى في فيلم خلخن كمله يا جماعه. ترى الفيلم هذا ماخذ تقييم في السينما العالميه 9.9. يا فقي بلا بوينت بلا كلام فاضي فيفا 20. الظاهر ما عاد به فيلم ولا اخوك. هاي ايش بالدفاع كذا مره سيء؟ شوف فانداك انه احمد عسيري. يعني احمد عسيري انتقل الى ريفلفول. بالله انت كفى لعد تشارك. المشكله اللعب كله صار بطيء. شوف ميسي يلا يلا يركض كان نبي يعتزل. بدا شغله محنكين كل واحد يقيم اللعبه. اقول العب انت ساكت ولا عامل حبيبي. الشباب في الاستراحه جايبين لهم فيفا 20
وفالينها وقاعدين يلعبون ولا نادوك. ما نادوك يا ابن الحلال، واضحه ما يبونك، ما يبونك يا ابن الحلال. حبيت ابلغك انا ترى ماني بنمام. لا بطيء بطيء، هذا احمد عبد الفتاح بطيء مره. حكم يا ابوي فاول ذا. حلال اركض زين انت، تكفى. ينزل الفيفا الجديد وتشترونه ولا تعلموني؟ خايف اجلدك يا ورع انت وياه. وصل 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 مالك بلاي ستيشن. جاكم جلادكم يا ويكم ويلا. كم يا ورع؟ زي ما اتفقنا 3-0 تنتهي المباراة وتسلم اليد اللي بعدك، اوكي؟ عطه بدري عليك. القم. قرب قرب قرب. وهذا الثاني. بدري عليك. عطى دزها. ايه هيا. جيبوا لي غيره. 3-0 وجيبوا لي غيره. وش فيك يا ياسر؟ سواك شوربه في الملعب، رايح جاي رايح جاي، وراك انت ما عندك حارس. الضعيف ام دايب العريق اللي انهزم. يلا يا السور معليش، تعيش وتاكل غيرها، الزاويه تنتظرك. زاويه يا حبيبي. يلا 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 يلا. شقش. مرحبا امبو. ما عليك يا ياسر، هاخد حقك ازهمها. اخس. اقول اختر فريقك ولا يكثر. ها لا يكثر. كفو كفو شكش. ذا معك ذا معك. عطى عطى. اها اها واها. انت تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن؟ اجل وقفك عند حدك يا عامر. ما ظنتي هذا ولد عمي ملك بلاي ستيشن يا وليدي. خارج العب. بل 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 بل. اللي قاعد يصير لنا يا رب. ايش قاعد تشوف انت؟ حبيبي على الاستراحة اشتريت لك فيفا جديد 20. اها اها. تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن انت؟ العب العب العب، هنا تحدي بالاستراحة، تفهم ولا ما تفهم؟ والله عاتك يا طحن ايش يفكك. اقسم بالله حماس حماس لين التماس. هذا ابو تريكة يا حبيبي مسوي تغطية في السناب شات. كب بالله يجي ولا ما يجي؟ يمين بالله يجي. حماس لين التماس اقول لك. تدري ليش خليتك تسجل هدف بالبداية؟ لاني ما ابيها تنتهي 3-0، ابيها تنتهي كذا. اعوذ بالله النتيجه. معليش والله معليش ما قدرت اكتب والله. طلعت غصب خصم وصاريني طلعت معذار يا اخي. وش سويت فيه وش سويت فيه؟ بس انت يا ابن الحلال المقدمه نتيجه المباراه هذه ولا عداد كهرب؟ عداد كهرب نتفك. اسمع لا تهايط مره ثانيه. كفتة فيك حيل تلعب؟ لا 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 أصلاً أنا ما أحب الألعاب تضرني لأنها تضرني. أنا تضرني يا جبان يا خواف يا زيامة. قم يا ورع ايش فيك جالس؟ قم سريع سريع حبيبي. يلا حبيبي. يا ابو 13 فقير.
سلام يا أمي. لا سلام ولا كلام. إيش في؟ ليش يا ولدي كده؟ ليش؟ إيش سويت عشان تسوي كده؟ إيش سويت؟ أنا إيش قصرت معك؟ تعليم وعلمتك أحسن تعليم، مدارس دخلتك أحسن مدارس، ما في شيء بينقصك إلا بجيب لك هو، وآخرتها كده؟ إيش هو اللي كده؟ أنت سمعت عني حاجة؟ 13 يا مفتري، تخسر ب 13؟ لو 3 أقول هين، ما تستحي، إيش الناس إيش تبغاهم يقولوا عنك؟ طب عني، إيش تبغى الناس يقولوا عني؟ 13 راحت، 13 جات. ولا ها نسيت تعزم 13؟ شايف ده البلايستيشن؟ انت محروم منه. الين ترجع بتاعي من ده الواد عامر، مفهوم؟ يا فاشل يا ابو 13. يا ليل الليل حبيبي، قول لي سالك بالاستراحه البارح. الله يمتحن تركي ويمتحن السناوي ويمتحن البلايستيشن ويمتحن كلكم. واو انك فاشل، ترى اللعب فوز وخساره بس مو ب 13. يا ابوي اسمع، اي عامر ده اصلا خرده وما يعرف يلعب، يلعب على النفسيه ويشتت تركيزك، واذا تشتت تركيزك يفوز. هراء وكلام مفقع. تبغاني اثبت لك هذا الكلام؟ اثبت. تسوي كل اللي اقول لك عليه. ماتك كلام. بلنتي، يلا الحين تلقم. باين انه حتضيع بحكم التوتر الملحوظ في وجهك يا عامر. لا يا شيخ. شكش بالله حط اليد، اتحدى يجيبه، حط اليد. ايه يا خرده، يلا سجل يا قوي. يا سمك يا دلخ، ايش فيك انت الحين؟ الباب العارضه من هنا للفتحه وضيعها تسكب بخشه العارس. حتى انت قلبت تركي، انا اوريك. العب 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 الحين، انا اوريك. اتوتر اتوتر ابو تاقيه يا عيال. اقول العب الميدان يا حميدان، لا تصارخ انت يا، العب العب اذا كنت رجال. يا عيال يا شباب، شوفوا عامر انصرخ بسبعة في الفيفا. الله لا يفضحنا، الله لا يفضحنا. حسبي الله عليكم لحتى ولد عمي. ايه اهدى من كذا، اصلا عيال الحارة يسموني ملك الفيفا، وهذا ما فاز علي الا علشان نلعب بندية سعودية. حبيبي ملك الفيفا هناك في بيتكم مو هنا. ايه كلنا نعرف نلعب، ما حدا احسن من احد. ابو طاقية انا دائما اهزمك بس ما تمهيز زيك، ملك الفيفا وملك الفيفا. عسري ايه لا تهايط، تفهم ولا ما تفهم يا عيال؟ هي 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 ايش فيكم؟ اهدوا شوي. ها شوفوا انا عندي حل، ايش رايكم ننظم بطولة فيفا هنا عندنا في الاستراحة، ونخلي عيال الحارة كلهم يشاركون فيها، والبطل نطلق عليه لقب ملك الفيفا. ومن اللي بينظمها؟ انا. وانا بنظم معك. تمام. الآن خلونا ندخل على الموضوع الأهم واللي هو التكتيكات. طيب يا شباب، أنا عندي التكتيكات اللي ألعب فيها 4 تكتيكات. أول تكتيك هذا في الناحية الدفاعية، إذا أبغى أقفل الملعب تماماً ألعب هذه الخطة، دروب باك الويدث 4 الديب 3. شو تسوي؟ قاعد أذاكر أشوف مقاطع مساعد الدوسري وعبد العزيز الشهري عشان أصير زيهم وأخذ البطولة. والله لو تذاكر من اليوم إلى بكرة طرح تصير زيهم. طب ليش؟ هم عندهم تشكيلات خاصة تعبانين عليها ويلعبون ايكونت، عندهم كرة اسطورية. وانا عندي اسلوب لعب خاص ويفوزني باي تشكيلة. والله انك من جنبه توصل المرمى مربع اكس مرت شلهوب تنقطع منك وتلقم جول. ايه لا تتكلم على الشلهوب، يلا راح العب بلاي ستيشن. يلا ذاكر ذاكر. انتم ما تعرفون النظام، ما عاد يفهم فيكم قسما بالله. اما اصلك البلاي ستيشن والغي البطوله، ايش فيكم انتم؟ ترى كلها واحد على فكره، يعني كلكم بتشاركون وكلنا بيختار فريقه. لا يا شيخ، طب وش يضمن لي ان اللي قبلي يمكن يختار فريقي ويروح علي بعد؟ انا ايش معنى يعني؟ ايش معنى
هذا بتيشيرت احمر قدام وانا جاي قبله واطول منه كمان اهو. بموت ايش دخل؟ ايه زبدة الكلام، برشلونة ما حد يلعب فيه الا انا. برشلونة حقي. لا يا شيخ، برشلونة حقي ما حد ياخذه يا عيال. انا الاول، يا رب يجيني برشلونة واقهرهم. ها بديت ولا لا يا عيال؟ فريقي يفندس لا حد ياخذه. عزوز يا رب. تشيلسي. تق الله فيا يا شيخ، تق الله في نفسك. هدوء، قسم بالله هذا يتكلم يا ويله، كلكم برا، اسحب انت وجهك، لا تكسر الطاوله علينا. ياسر يا الله يا رب. فوضى هنا. ارسنال عز الله افلحنا. ترى ابقسك انت بالذات، انت ترى والله كل ما اتكلم انا هنا الرئيس. اسحب انت وجهك. خليفه يا رب يا رب اليوفي يا رب. خلاص نزلها يا اخوي، تبي دوري انا، ترضى اخذ دورك؟ فايبر ميونخ بايرن ميونخ. كفو وربي يطحنكم رايح جاي. نسحب. سلطان ليفربول. يس شكوش يا رب. برشلونة شوف الحين. ريال مدريد. ابو زيد تخير غبي انت، هذا الملكي. ملكي مين؟ ايام كريستيانو كان ملكي، دحين ابو كلب غير. عبسي انت واللي جنبك ذا، ترى بشوتكم برا. بف ريال مدريد ريال مدريد. لا تكسر الطاوله شوي شوي. سعد سم ميلان الى الهزيمه والحافظ الله. على كيفكم انتم، كل مو بعاجبه الفريق. هذه خدعه فيها احترام. اسحب. كفته كفته ابو الكفاتي. برشلونة يا قلت لكم من برشلونة حقي. أبوك يا الحظ شاريه أبوك النادي تلايط. اسحب. عامر عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو بيض الله وجهك. طيب تعال مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفقك. اركض بديتك.
الأوامر. عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو، بيض الله وجهك. طيب تعال، مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفقك. كأنهم بدأوا يدون علينا يا صالح. مشى. اسحب. مساك الله بالخير طال عمرك. الحقيقة أنا جاي عشان بس أفاتحك في موضوع يعني. خل مواضيعك لك أكيد، إذا كانت قصيدة ترى الله الغني عنها، ترى ما بيها. تفضل. لا لا يا طويل العمر، هي ميب قصيدة، هي حقيقة هي فكرة. عطنا اللي عندك يلا خلص. احنا منظمين بطولة. أقول هالحين ما تخافون الله فيني؟ شايفين بردقان وتفاح وموز قدامي، وين الكمثرى؟ الكمثرى وين هي؟ انتم عارفين اني اشتهي الكمثرى، تقطر سعقولتي عليها، جيبوه. سم سم طلب سم. اي تفضل. زاد فضلك طال عمرك، احنا الحقيقه منظمين بطوله البلاي ستيشن. اقول وش ذا الغته؟ وش ذا الكتمه؟ هو بتنا حر؟ ورا ما تشغلون المكيفات ولا ترفعون عليها زياده بس؟ بتنا احترينا شوي. سم. اي تفضل قل وش عندك؟ الله يزيد فضلك. احنا الحقيقه يعني منظمين بطوله بلاي ستيشن، ويشرفنا انك تكون معنا. والمطلوب مني يعني تبغاني اصير حكم؟ اتفضل. لا 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 يا طويل العمر، احنا نبيك تكون يعني راعي للبطوله. اي كل راعي مسؤول عن رعيته ما في شك، وعز الله انها فكره مهي بشينه، ولكن بشرط اني ان شاء الله باذن الله بحضر النهائي وبصرف مكافاه من عندي للفائز الاول 10,000 ريال عدا ونقدا. اي بس ما نبي نذب فلوسنا من الباب للطاقه في الشارع، لا، نبيكم ترزون لي كرسي في المنصه. ايه والكرسي هذا يكون يعني مكانتي محفول مكفول وتصوير واشياء يعني ترفع من شان الواحد اذا جاي يحضر النهائي. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، عز الله انك شيخ بن شيخ يا طويل العمر. ابشر، ما طلبت شيء، هذه قبل لي. اي خلاص بس اخوك لا تقعد تهايط. ها اقول اخبار القرود اللي في الطائف؟ عساكم ان شاء الله جبتوهم، انا حاجز 5 في قفص. جبنا. اي زين الحمد لله. اقول لا تسوي خوي اللي الله يحفظك، انت قلت اللي عندك توكل على الله. وش اخباركم طيبين؟ كيف صحتكم؟ يا هلا والله وسهلا فيكم. تكفى ولد العم ضبطني. ابي اسنعكس، ما اقدر اغير فريقك. لا تغير فريقي، بس ضبطني بقرعه المباريات. شلون؟ انا اعلمك. حطني مع اللعيبه اللي من جنبها اللي ما يعرفون يلعبون، واي واحد قوي وخر عن طريقي اللي انا اوصل المباراه النهائيه. شلون زينه ذي يا حبيبي؟ سهله. شفت الكور هذه حقت القرعه؟ حط كورتين بالثلاجه والباقي برا الثلاجه. عصيره ولا قرعه؟ لا يا حبيبي وش عصيره. اسمع ركز بي، اسمي واسم كفته حطهم بالثلاجه والباقيين برا الثلاجه. لا جيت تسوي القرعه وانت تلف يدك تحسحس البروده، تلقى كفته وانا ونصير مع بعض، ايش رايك؟ اخس والله انت نمس وملكع. توك ما شفت شيء. خلاص تم. يلا دزها على الثلاجة. يا رب افوز. الحين نبي نعرف من هو الزبيل الثاني. نظام البطولة خروج المغلوب. يا شباب ارجوكم قبل ما تتم عملية سحب القرعة، اسمحوا لي اقدم لكم راعي هذه البطولة واللي راح يقوم بسحب القرعة الآن وبنفسه. الشيخ أبو طلال. حي أبو طلال، 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 حي أبو طلال. أيوه أشكركم. أشكركم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله سيتم افتتاح بطولة الفيفا في استراحتكم العامرة. أرجوكم أرجوكم، وأعلن بأنه سيتم
منح الفائز الأول بهذه البطولة مبلغ وقدره 10,000 ريال. كفو! حي البطولات! 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 أشكركم، يعطيكم العافية، وسيبدأ السحب بالقرعة الآن. تفضل استنى طال عمرك. نشوف اللاعب الاول. تقرا طال عمرك ولا لا؟ تفضل اقرا. اللاعب الاول في هذه البطوله عامر. انا طال عمرك. نشوف اللاعب الثاني ان شاء الله. تفضل. لاعب ياسر. يا شباب يا عيال، ايش فيكم انتم؟ مباراة صعبة وقوية من البداية، وأكيد راح نخسر لاعب كبير مع الأسف. مع الأسف ولا مع السلامة؟ يا حليلة، ممتاز. ومثل ما قلنا لكم يا أخوان، أنا أبيكم تأخذون راحتكم في استراحتكم أبداً، والأمور طيبة، وأنا إن شاء الله كل عقب عصر إلى بعد المغرب أنا حولكم في ذي. أي استفسار أو أي سؤال من أي أحد منكم أنا حاضر أجاوبكم عليه. لا تشيلون هم، والدراهم بعد أفع عليكم، الدراهم إننا دافعينها دافعينها، لا تشيلون همها أبداً. أهم شيء التكسير والتمزيع. طال عمرك ما في تكسير وتمزيع، هذا بلاي ستيشن. بلاي ستيشن ولا كيرم؟ بس يا مفرح بس. على نخرتي انت. على نخرتك ولا مسحت نخرتك بذي؟ يلا توكلنا على الله. سب. شكرا طال عمرك. تفق عيال. والحين خلونا نشوف التعليمات قبل ما تبدا البطوله. زين يا عامر، ركز على الاول. ممنوع، شوف، ممنوع تغيير الفريق. يعني تلعب في نفس الفريق اللي جالك في القرعه. اثنين، تعديل التشكيله واعدادات اليد فقط قبل المباراه وبين الشوطين. ستارت. احد يضغط ستارت في نص الجيم ولا اللعبة؟ شايف يا شكوش؟ ترى طرد على طول. أربعة، ممنوع الاحتفال والرقص وإعادة الهدف. خمسة، ممنوع الأكل والشرب، سامع مني يا كفتة، أثناء اللعب. أوكي؟ أوكي. يلا وياه وابدأوا. حبيبي إيش اللي نبدأ حبيبي؟ إيش الغش اللي قاعد يصير هنا؟ إيش السطو على حقوق الآخرين اللي قاعد يحصل هنا؟ هو أهدى أهدى يا أبو حقوق إنسان أنت، ليه غش؟ حبيبي يا زاري، اللاعب هذا أعرف معايا في الفريق، كيف صار معاك زي كيف؟ يا فجي، الآدم انتقل من تشيلسي ودحين عندنا في ريال مدريد. أقول لكم بطلت لكم لعب، لازم اللاعب هذا يجي معايا ولا بطلت. تبدأ ولا أصلخك بطرد من البطولة ويفوز شوكوش. تراي أنا المشرف بذا. خايف ها؟ أبدا لعب، أنا أنتقم منكم يا ظلمة. يا خردة، خايف؟ ألعب ألعب. حطه روح. عطه روح، عطه روح. وش المباراة الملل لك ساعة؟ عطه روح، عطه روح يا أخي. حنا الحين في نهاية الشوط الثاني ولا هدف جبتوا. مالك دخل تركي، ترى هاي تنحسب سب. عامل انتبه انتبه، ترى بعطيك انذار شفوي. ألقم جحفلي. تعال، وش دخل جحفلي؟ الحين مباراة بين مانشستر يونايتد وارسنال، تقول جحفلي؟ لا يا شيخ، زيكم النصراوية، إذا فاز النصر على الهلال تقولون أوراوا وسيدني. ياس ياس حبيبي، أنا اللي فايز، وشك تحتفل؟ لأن الشيخ أبو طلال قال إني بنهزم عشرة،
بس انا الحمد لله انهزمت 9 بس. التسعه اخت العشرة بقعد صوعك الفاخر. ايش دخلك؟ انا المرافق الشخصي الراعي البطوله ابو طلال. الله يطول بعمره. يقول لك المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه، ليه مطلع ميسي احتياط؟ هذه خطه عشان استفيد منه الشوط الثاني. عشان مثلك الخايس انقم الثالث. سلام عليكم طال عمرك، الله ما يرضى بالظلم، وانا الصراحه انظلمت. انظلمت؟ راح للمحكمه. طويل العمر اختار لي فريق، والله انا ما اعرف العب فيه، فريق سيء طال عمرك وخرجت من البطوله. ادم خرجت صك الماء وراك. والله شوف من راعي البطولة تعرف انه ابو هلال بتفرانين مسوين فيها مريشين خلف على البطولة. وش تقول يا الفاخر؟ اقول ما في مفرحات، يعني فلوس 100-200 عشان والله انجرحت. تنجرحت؟ اذا انجرحت حط لزقة. ما في مفرحات؟ الحقيقة كفتة سواها وقلب الطاولة على خشك. ياهو رومنتادا. أقول أسكت لا قوم أتوطب بطنك، لعبك يغبن وتراك محظوظ. عمك ميسي جلدك سوبر هاتريك. ألقم بدري عليك يا ورع. والله انك محظوظ وعامل للنهائي. قفت للنهائي. ايوه ها مستعدين؟ باذن دقيقه ونبدا. اصبر وراك عجل، خلنا نضبط امورنا. طبعا يا طويل العمر والكلام للجميع، استطاع اللاعب عامر واللاعب كفته الوصول للنهائي. طبعا وصلوا للنهائي بعد مشوار حافل وقوي في البطوله، والان الليله سنعرف من سيفوز ب10,000 ريال. كفته عندك تصريح تبي تقوله؟ انا مالي بالتصاريح، انا بس اجلد في الميدان. معليش يا الحبيب ما سمعتك وش قلت. انا اجلد في الميدان. تجلد بالميدان. اسمع، لولا حضور الشيخ والموجودين ولا كان لعبت معك برجلي. قال ايش؟ قال اجلد بالميدان. يا شيخ بالعادة أفوز عليه بالاستراحة 8-10-12، بس علشانك موجودة برحمة بفوز 5. أقول يلا الله يحفظك، شوف شغلك بس. السم أبشر. كنا زبدلي. لا يعني شطف الجبهة بس. وش سوي الحين؟ ألعب؟ إيه ألعب عادي. طيب هيا هيا بس ألعب. ليش؟ مستعجل على هزيمتك يا ورع؟ وش ذا؟ ليش الدفاع ما يقطع كورة؟ العب وانت ساكت يا حكم، ابى احط ستارت، ابى غير مدافع ذا. يا عامر احترم قوانين البطولة، انا قايل لك قبل كذا التغيير يا قبل المباراة ولا بين الشوطين. ممنوع ستارت وباسط المباراة. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة وعموري ما ترحمونه سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة وعموري لا ترحمونه سهر الليل يا ابو تلاتة. هو الرابع. قال ايه؟ العب برجولي.
4-0-4. تبي الصدق يا عامر؟ النتيجة قوية، لو اني منك رحت بيتنا رجلية. رجلية ولا يدية؟ تكفون يا عيال، والله في شيء غلط بحط ستارت. عامر لو سمحت، انت عارف من قبل البطولة ان الستارت ممنوع. عاد اسمعوا يا شباب، لو كفتة جاب الخامس انا راح اجبل المكافأة 20,000 ريال. ما هو 20,000 ريال يا حبيبي يا شيخ ابو طلال، اجيب لك الخامس والسادس. يا عيال حط ستارت، والقانون يقول اي واحد يحط ستارت مهزوم، صح ولا؟ ما دام كفتة حط ستارت اجل الفائز عامر. هلا والله بالشغالة البطلة، أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي، مرحبا الساعة. مرحبا الساعة يا أبويا. أكيد بديتك الشغالة البطلة، بهالمناسبة هذه تنزل لي سحلة أغنية. أوكي. خمس الحواس سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكن في قلبي سني، وخمس الحواس سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله، فاشينيستا دي ما هي شغالة، ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي، خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ اقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال وين وديها؟ انا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلامك، وديها وديها. وانت صادق يبا، وعليها ضمان 3 شهور، يعني اذا بزوطت نقدر نرجعها. متاكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم، فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدام، يمشي. اسمعي يا ابو عامر، شغالة وجبناها لك، بس اسمعي، انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمتي الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك، تبي شغالة مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ ميري مير. عامر شفت ميري؟ لا ما شفتها، صار لي ساعة أدور عليها، وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني أخذت عفشها وهجت. هو؟ يلا خلصينا، نظفيها زين، نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر، بس نظفيها وإذا خلصت نظفتها روح اجيب المكنسة ونظف السيارة من داخل. طيب طيب بابا طيب. طيب طيب وش بلاش انت؟ انت زعلانة. ما شاء الله ما شاء الله، كارفها من الصبح يبا. ايه طبعا نكرفها، انا ابيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. شوفوا والله يا ام عامر، في هذا حللنا 20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبا 1,500 راتبها. وصادق ابوك.
خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين. نظفي فوق. اللوحة 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 تحت. كفو والله. ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك، أبيك تخلينا معك على طول، أي وقت نحتاجك نكلمك، مفهوم؟ مفهوم ماما. ميري وين طاقيتي المذهبة اللي أعطتك إياها اليوم؟ بسرعة جبيها يلا خلص علي. ممتاز ممتاز. إيه دائما كذا، لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله، اوكي؟ انت ممتازه. خليك كذا على دايم، اوكي؟ يعطيك العافيه، شكرا. ايش عندك مع الشغاله؟ عبد قلت لها وين طاقيتي وجابتها لي. ومين قال لك اصلا تتكلم معاها؟ ما كلمتها، ارسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟ رسائل واتس، مو بالسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك، سامع ولا لا؟ أقلب الدنيا على راسك. أبوك الغيرة. ميري حسوي معاكم ستربس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض لبن سايل. ميري نعم بابا. دقيق حضيف عليه. القابله عندنا ضيوف، ابيك تنظفين المجلس وتبخرينه. مين قايله؟ انا ما في قول، ممكن نفر ثاني. اقول القابله ما تفهمين انت؟ مين قول؟ ولا انا ما في قول. مشعل يا مشعل. ايوه ايش في يا خالي؟ التسريب عامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي أبشر. ما في مشكلة، وادي المكتب أنا ما في قول. لحظة لحظة لحظة، قبل لا يوديها عامر المكتب أبيها. احس ان البلايستيشن فيها شيء. اقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما اصرف، انا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. اوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مره. ها يا رجال، فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامه. يلا يا عيال بعد اذنكم ابغى اودي الخدامه المكتب. يعني منسحب من المباراه في هذا التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شويه اكلم اهلي؟ يعني الخدامه اهم مني؟ اي اهم منك. زبادله نطف الجبهه. عادي، اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 اوف، وش ذا؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ تخلوني اركز، وراي شغل وراي شغل، وراي خدمات الغيرة افتشهم. اوف عمى. وش السالفة؟ ابوك قال للشغالة القابلة وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس. انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليلة الحياة؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد. انا علمت الخدام المصطلحات العربية النجدية الاصيلة وبقت تمام التمام. طيب وش تثبت لي؟ بقبل أسر أم سيان الزبلة أم حق ولد دبشة قمقها. أها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة.
وجع، تعالي نظفي الصالة والبيت، أم سعد جارتنا بتجي بكرة. ميري سوي لي عشاء، حطي نواشف وسوي شكشوكة، بس لا تكثرين البصل، أوكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كيفكم عامر؟ لو اني دارية انك جايبة شغالة ما كان جبت شغالتي معي. وانا لو دارية انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسة هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. يا راس بالي بيد الخد يا طوين حراير من ضرع. وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حط الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات تطعم برا. هذي بداخل الفي عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي، بس اللي طابخة ميري. ميري؟ أهم شيء لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخة أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخة أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه؟ بابا انت حنام ما في هرمة اتلا برا. اي صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خلي يشيلهم. يلا عامر. عموري. عموري ولا العابد اخلص، وش تبين؟ طفش، ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس من اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها، دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وماخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعال يا ميري، تعال يا زين التمر انا وياس. تعال يلا الحين ابحني، انا بروح الاستراحه وانتي زين المنتو اللي يغمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذه وتكنزينه بالفليزر، لأنه مزي بالعلب رمضان الله يشرفه. أيوة أنا معلوم كله باب. لا تورملين شيلها يلا خلصيني. عجيب والله. جات أم سعد جايبة شغلتها وياها. ها ايه عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والبرحي والخلاص مع بعض كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح إليه ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك، 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان، وانت متعود دائما اصكك 3-4، غريبة واحد عليك صح؟
بتشوف الحين بجيب التعادل، وإذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبصكك. ألو. طيب خلاص خلوها تجهز أغراضها وجايكم، مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد، أروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ، وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع، هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوعها من كرسوعها. اتخذت التمر السكري مع خلاص. ايش من الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم، انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها، كمخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها، رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش هتقول انت؟ يا حاج الخدامه دي عندها بنود في العقد، يعني اديك امثله. مثلا واحد لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم، لازم في الاسبوع يوم اجازه، وثلاثه واهم شيء لازم تلتزم بمهامك كخدامه. مثلا يا حاج انت قاعد تخليها تغسل السياره. لا يا شيخ. واربعه فطور وغدا وعشاء. خمسه يوم اجازتها لازم انترنت وتسهل لها التواصل مع زوجها. سته في اوقات راحتها توفر لها تلفزيون، ويفضل يفضل اتش دي طبعا. ما يمدي تدبرني اصير خدامه؟ اوه هاي زباين، انا وين بلقاها؟ منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا. يلا شيل شنطه ودي فوق غرفه. اوكي عجيب والله. وراها عليك يبا. وراها عليك، شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش أسوي؟ أتحملها دافع فيها 20,000. أوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي بيجوني حريم، أبيك تساعديني. أنا دوام ساعة 8 الصباح والهين ساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص. أنا نوم. عجيب والله. خذها خذها الحين ودها المكتب، ما أبيها. يا يما الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا معامر تعوذ ابن الشيطان. رمضان على الابواب الله يشرفه، وعقب العيد ابشر بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقه. ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشه. ابلش. خلصنا من هالعلة، المرة ما تبيها بالبيت أبد. والله حاج شوف اسمع، إحنا أخذنا طرفنا منها، من رأيي كنصيحة يعني، تنقل كفالتها. بعت 9,000 صافي؟ بعيبة، ترى الصومة طيبة. أنا رجال سراي ودراهمي بجيبي. تدري عاد؟ نصيبك. الله يعطيك العافية يا منيرة، بس عساها تعرف تشتغل. ايه تعرف مدربتها، واي شيء تبينه يوم عامر ابد اتصلي اتصلي، انت تامرين امر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟ هذه يا ابو عامر الشغاله الجديده، منيره ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيره، ونعم بمنيره. نعم بحالك يا ابو عامر. وشلون لقيتيها بسرعه هذه؟ عندي واجد ترى المهنة. وانتش عليك يا ابو عامر، المهم انها دبرتها. المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تامر امر على هالف نفس تستاهل. 1-2-3 هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الأسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5,000. 2000 طح 1000. 5,000؟ دقيقة.
على وين يا ابو عامر؟ أبهج أبى أدور كفيل. أم عامر تبينا فتشة؟ عجيب والله. أركب هديتي. هنا شباب البوم. ياه شباب البوم يا. يا اخوي العب مثل الناس. يا اخي لا هربت لك شيء لا ترجع شيريا. ما تعرف تلعب قم فارس هناك. يا عيال متى يجي عامر كذا ونكسر راسه. يا حبيبي عامر لما له يومين مسافر وتوقع بيقعد شهر كامل. الأول صن فن يا حلو. المشكلة جواله مقفل والنذل من يوم ما راح ما اتصل علينا. 400 تسلم لي يا حلو. تضحك انت وهو. اليوم اشتري ساعة اطلق منها. المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا. احلى كافي واحلى تكوى بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحه. بلوت بلوت تكسير روس الين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقه دقيقه بالله. هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر. انت قبل 3 ايام قلت بروح بيروت ما هرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت يا دعامه من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطه. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. يا ابن الحلال تأكد أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكبر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش. ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو ما أنت وقيل لنا إنك عرفت بيته؟ إيوة. خلاص عيال قول البيت. يلا هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد. بس ارسل ايميل للشركه وبلغيهم انه موافق على موعد الاجتماع. سمت على عمرك. عامر راكب هالسياره وعنده سواق. الا قسم بالله انه عامر. قلت لكم الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع. اسرع. اقول لك امش. ابشر. امشي بسرعه. أبشر. لا توقف لا توقف. ابشر ابشر. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك. وش تبي انت؟ وقف مجنون انت. بكلمك شوي. وقف. فلوس عمتك. على ايش شايف نفسك؟ وراك مسك وتحت لا تقول لك ما تعرف. انا ولد عمك. افتح
ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال، في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون. لا لا لا، وش الحدث ذا؟ وين النابو؟ احنا وين عايشين بو؟ أنا أقول إنه فاقد للذاكرة. إي والله إنك جبتها، عامر فاقد الذاكرة، وهو بنفسه يعتقد إنه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال، عضلك على شحمه أنت وسكت، بعدين تعال يدبش أنت وياه. كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم إلا إذا جبنا عامر هنا. يا جماعة، الأستاذ نور بنفسه جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، وراح يكون شريك معنا طبعا بمبلغ 15 مليون دولار. وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله راح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير في خلل بيني وبينك نهائيا زي ما هو، ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونوا جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعا، بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله أبشر. اشرب العصير طال عمرك. انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدروش عقوبة الخطف؟ يا ولد ايش اسمه ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف، ليه صار جدك خوسيه سيارة؟ هي شايفنا قطل عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتوا تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي بنفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام، الظاهر ما في فايدة يا عيال. أقول نقعوا الخيزرانة يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل من الصبح وقاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه؟ حول ولا قوه الا بالله. لا قل لي وشو من اللحيه؟ ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معه وتابعه. حاضر. لا يروح عن عينك، سامع؟ حاضر فهمت. حاضر بسرعه. أنا نور، ماني بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم! قلناك أستاذ نور! أهرج! أنطق! زيد يا شكر! أصبر عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه! أي. تسود عليه! أي. تسود! أي. أي. نور! طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم، وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم، وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟
تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي. بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطه. لا لا لا، هذول يخلهم علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت ذاكرة صاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. إيه إيه نعرفه. يلا جايين. يلا عيال. هيا. قلت لكم انا ماني بعامر، انا ماني بعامر، اسمي نور. ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملاحقيني في كل مكان. انا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركه ملاحقيني. خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. انتم ناس ما ينفع معكم الا القوه، واخرتها تخطفوني. يلا خذوهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الصراحه. واصل يا فندم. اهلا. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا استاذ. تفضل تفضل مستريح. تفضل. قل لي وش تشرب. لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل تحت امر. يا هلا والله وسهلا. اهلا بك. انا بصراحه احسد الاستاذ نور عليك، ما شاء الله عليك، موظف كفو، قاعد تشتغل 24 ساعه، تشتغل ليل ونهار، ويكفي يكفي انك جالس تنقذها في المواقف الخطره مثل الخطف. انت وصلك كل حاجه بقى. فعليك، انا ثامر والاجر على الله. عموما دواك بحضرتك. استاذ يعني ممكن اسالك مثلا راتبك كم؟ مستوره والحمد لله. يعني مثلا نقول 10؟ تقدر تقول. لو حسبتها يلا ما لا داعي نحسبها. عشرة آلاف ها؟ عشرة آلاف مثلا لو حسبناها تطلع هذه الفلوس يعني يمكن راتبك لمدة سنة؟ لا ما أعتقد، يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي ايه؟ المبلغ هذا ابغى اشتري فيه عيونك، تغمض عيونك عن كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي صفقة. انت يا شباب اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟
يعني هذا مو هو عامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي؟ ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامحنا. يا جماعه هذا سياره عامر. السياره سياره عامر وعامر يقول انا نور. ايش الحكايه؟ ايش الهرجه؟ أهلا أستاذ نور، تفضل طلع منك، تفضل تفضل. أشكركم إخواني الإعلاميين، أشكركم موظفين وأعضاء شركتنا الموقرة لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقية الاستثمار مع الأستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. اعتقد ان مهمتي انتهت استاذ نور. نور؟ انا نور يا ثامر، نور اللي رشيتها قبل لما كنت تحسب اني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات واللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني اركب معك اني حسيت انك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ما ادري ايش اقول لك صراحه، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل امانتك. امانتي ما اخذ عليها فلوس. مع السلامه. ادعيت اني محاسب بسيط واكتشفت ان فيه رشاوي ومشاريع وهميه وفساد ماله اول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله اشرب مويته. أجل نور عساف ها؟